سوني قد ايه بتغار على كريستينا؟ اكيد بغار يعني بس بحدود اكيد مش الغير بحدود بلس بحس ما الواحد بيغار على خطيبته هي العاديه بس اذا كانت خطيبته ملكة جمال وملكة جمال حصل على القاب عالميه بغار بس مش لا مش لا اللي انا يعني حاصل على خط حدودي يعني. مثلا حدود الحريه مثلا عرفت اكيد حدود كريستينا انت قولي لي قد ايه انا تفاجأت بسؤالك لان بالعاده بيسالوني لالي اذا بغار عليه اول مره حدا بيسالتوني اذا بغار علي انا طبيعي لانه ليك الغيره هي من سيمبلز الحب يعني بتدل دلاله على الحب كمان بس اكيد ضمن حدود اذا بدك غيره وعي مش غيره هيك انه انا يابا بس بغار عليه تغار لا اكيد بده يكون في وعي بالموضوع واكيد بحدود ضمن حدود الغيره بتشرقت ايوه هيك خاصه هو عم بيعلق بيجوا كثير معجبات حوالي معجبات ومعجبين ايه طبيعي بس نحن اثنيناتنا متفاهمين الوضع وبنعرف حالنا وبنوثق ببعض وبنعرف نحن باي وضع يعني بتعرف وضعنا كاثنين شخصين معروفين اكيد بدك تتعرض لكثير اشياء وهون يعني مجرد شو تتعرض لكثير ناس يجوا يحكوا معك، ناس بحبوا يتصوروا معك الى اخره طيب وإذا شو مش معناتها كل شغله بدها تدل على شيء لا بتقصد اقول لك نيشان كريستينا انه التفاهم هو اهم شيء والاحترام والثقه بيبقى والثقه بتكون بيكون اهم شيء قلت لك اياها بالاول شيء اهم شيء الثقه بكون متفهم وضع الثاني اكيد والطريقه يلي رح نكمل فيها وعايشين فيها، واهم شيء برايي انه اثنين يكونوا بنقولها بيعرف يعني يكونوا هني مع بعض عندهم عالم لإلهم مش معناتها عالم انه ما حدا في يفوت عليهم او لا بس انه هالعالم اللي هو كله صراحه على طول صريحين مع بعض بيخبروا بعض كل شيء بيحكوا مع بعض كل شيء على بعض ويصير في اخذ وعطاء يعني بدك تاخذ وتعطي مش بتجي مثلا صار شغلي خلص اوكي ما تحكي معي ما تعطى معي لا هلا رح ناخذ ونعطي مع الاولى